السلام عليكم، وشكم صبالة بس الحمد لله. طبعا زي ما انتم عارفين انا بقالي فترة عايش في الجزائر، كل فترة بجرب واكتشف اكلات اكتر. النهاردة انا هروح اجرب او اكتشف اكل تقليدي مشهور جدا. تعالوا معايا نشوف هنجرب ايه النهاردة ونكتشف الاكل المشهور اللي بيقولوا عليه ده. اول حاجة معانا الشخشوخة. الشخشوخة دي أصلها فين؟ بسكرة، الشخشوخة بسكرية. ومعانا الصفيطي. الصفيطي ده أصله بوسعادة، أو بيقولوا عليه مهراس أو مهرس مهراز. تمام. طبعا فراخ مشوية، حاجات عادية، واللبن، ومعاها طبعا الكسرة. الشخشوخة دي بقى، دي الشخشوخة، مش دي الشخشوخة. الشخشوخة عبارة عن إيه؟ مسمى مقطع وفلفل وصلصة طماطم وتوابل المفروض حراقة شوية. الزخيتي هو اللي حراق، أو التوابل كلها حارة. ربنا يستر، ما بحبش الحر قوي بس هنجربه. نخش في الشخشوخة. حلوة، تحسها عيش بلدي معمول بالصلصة والتتبيلة. ده جميل. تخش في الزخيتي. انا كنت بدي كده كلها. هو حار شوية، ممكن مذاقه. هو تقريبا السفيكي ده عبارة عن ايه؟ حاجة مفرومة، كسرة، كسرة اللي هي زي دي كده مفرومة، وصلصة وكزبرة وفلفل وشوية توابل بقى حارة من الحاجات زي دي. وأوريكو ليه بيسموه مهرس؟ بسم الله، عشان بيجي كده. احنا بنسميه عندنا هون، يعني هو المهرس ده هو فكرة الهون بالظبط، عشان كده هو بيقعد يدق فيه الكسرة دي ويطيبه فيه، عشان كده أطلقوا عليه مهرس. ده الأكل التقليدي الشعبي جدا اللي هو من قديم الأزل. دي بوسعادة، ودي شخشوخة بسكرية، وده بياكلوه كمان في أولاد نايل. طبعا حليب بقر لازم أساسي في الأكلات دي. وده كان الأكل التقليدي بتاعنا النهاردة. خلينا بقى ناكل ونرجع لكم. دلوقتي احنا خلصنا أكل الحمد لله. صفيتي كان جميل ما شاء الله، بس هو تقيل شوية مع، بس هو مع اللبن بقى، اللبن عامل فيه في الباك جراوند كده طعم جميل، يعني مع صفيتي ولبن ميكس مظبوط. الشخشوخة كانت حلوة وخفيفة، يعني كانت مزرنية خفيفة. أنا كان تعليقي الوحيد على المعلقة الغريبة، المعلقة دي مش فاهم ازاي بياكلوا بيها صفيتي، يعني معلقة أصلا فلات كده خالص، كل دي أنا باكل بيها صفيتي ليه؟ مش عارف ليه، كان ممكن كده يحط لي معلقة عادية، بس قول لي دي بتاكل بيها صفيتي معروفة يعني. بس انا شايف معانا الطبخ عموما، بس مش مشكله، ده اللي احنا بقى معانا. احنا تمام من كتر ما الاكل كان تقيل ما قدرناش نكمله، خدنا بقى حتى اللبن لسه ما خلصناهوش. بس لكن هو في المجمل الاكل التقليدي الجزائري انا عجبني الصراحه. هو عليه بس غيروا المعالق، يعني مش لازم كل حاجه تقليديه بالظبط، يعني غيروا المعالق. في المطعم اللي احنا فيه او الخيمه كان الديكور بتاعه جميل، والاسعار بتاعته على فكره كانت رخيصه ومناسبه جدا على الاكل اللي احنا اكلناه. وكده خلصنا النهاردة فقرة أكلنا التقليدي، سكويتي والشخشوخة والأكل التقليدي عموما. لو عجبتكم الفكرة والبلوك قولولي، وهعمل لكم واحد تاني إن شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو، وتقولوا رأيكم في الكومنتات وشير، وتفعلوا زر الجرس. يلا سلام.